إجابة المؤذن عمل سهل وثوابه كثير. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم جمع النساء وخطبهن وقال لهن: يا معشر النساء، إذا سمعتن أذان هذا الحبشي يعني بلال فقولوا مثل ما يقول، فإن لكل أو بكل حرف ألف ألف حسنة، يعني مليون حسنة. احسب كم حروف الأذان فيعطيك الله على كل حرف مليون حسنة. فقال سيدنا عمر: إذا تكثر حسناتنا يا رسول الله. قال: الله أكبر أو الله أكثر. قال: هذا للنساء، فماذا للرجال؟ قال: ضعف ألفي ألفي حسنة. الرجل المؤمن إذا أجاب المؤذن يعطيه الله على كل حرف 2 مليون حسنة. وورد أيضا أن من أجاب المؤذن وقال مثل ما قال إلا في حي على الصلاة، يقول حي على الصلاة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي حي على الفلاح يقول حي على الفلاح: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم اجعلني من المفلحين. فإذا كمل الأذان وقال لا إله إلا الله تقول الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ثم تقول: رب اغفر لي ولوالدي، تقول ولوالدي بكسر الدال، يشمل الآباء والأجداد والأمهات والجدات. أما إذا قلت رب اغفر لي ولوالدي فيكون خاص بالأب والأم فقط 5 مرات: رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي. ثم بعد الخامسة تقول: وارحمهما كما ربياني صغيرا.